يعود النشاط إلى المتاهات التفاعلية والمنازل المسكونة المستوحاة من أفلام الرعب الشهيرة في مدينة يونيفرسال ستوديوز للملاهي في هوليوود، وتدب الحياة مجدداً في مختلف أنواع الوحوش في هذا المتنزه الترفيهي الذي درج على ارتداء حلة خاصة لمناسبة عيد هالوين. The maze was my favorite so far tonight and it was great to be back after not being here for a year. وكانت جائحة كوفيد-19 التي أثارت الرعب أكثر من كل المخلوقات المخيفة الأخرى ألقت بظلالها العام الفائت على هذا المعلم الهوليوودي، وأدت إلى إلغاء هالوين هورور نايتس أو ليالي هالوين للرعب، لكن المنظمين قرروا طرد شبح فيروس كورونا في خريف السنة الحالية متوقعين أن يعود الزوار بكثافة لخوض تجربة الإثارة. ومن المرجح ألا تكون الإجراءات الصحية مثار جدل في أروقة المتاهات، حيث يضع معظم الشخصيات أصلاً أقنعة متقنة جداً للتنكر في هيئة كائنات الزومبي أو مصاصي الدماء أو الوحوش الأخرى.